environment. بالنسبه للجينيتكس عندنا تو اكونتم امبورتنت جينز اوكي ان الباثوجينيسيس اوف بريست كانسر. من اهم هو البراكا 1 براكا 2. البراكا 1 براكا 2 سمعتني سم تايمز يصير في جيرم لاين ميوتيشن sometimes that will germline mutation is a sporadic mutation. Should for the germline mutation and sporadic mutation. No, should for and it should for the would have the germline and the sporadic. Should my love. Bitch, you're right. The علاقة genetic sporadic. Hey, and you should اي هو التيومر سبريسر جين عرفت شلون؟ بس من اقول هذا الجيرم لاين ميوتيشن مرات يجيني ومرات اشوفه هو سبوراديك. الجيرم لاين يعني بالجيرم سيل نفسه صار الميوتيشن انهيرتد يجي من يعني من الفادر من المذر هذا الانهيرتنس عرفت شلون؟ يجي من الانديفيجوال نيو انديفيجوال هذا الجيرم لاين ميوتيشن. السبوراديك فيلم بالسوماتيك سيل، هي السوماتيك سيل وتحقق سيرتن انفيرمنتال فاكتورز وصار فيها الميوتيشن بالبراكا 1 براكا 2 زين؟ من طاري هذا سوالي هذا المالينس واضح؟ ست بابا مع ست سيدها بابا سيدها بابا سيدها براكا 1 و براكا 2 كونت بروتين that's required for repair of certain kinds of DNA damage. So these germline mutation in these genes will lead to increased risk of breast and cervical carcinoma of the ovary. For most of cases, يعني اللي عمرهم أكثر من 70 سنة راح يكون عندهم شنو breast cancer. اللي عندهم germline mutation. طبعا germline mutation ما يحتاج إنه mutation أشوفه بس بالtumor. Mutation أسهل تلقاه. فهمت شلون؟ يعني اسحب ده من عنده واشوف الليمفوسايت القى الجيرم لاين ميوتيشن. ما بعرف هو بالجيرم سيل طيب. مفهوم الفكره؟ لذلك احنا اللي مثلا نشوف انه انكريز ريسك اكثر من واحد بايلاترالتي اكو فد انديكيشن بايلاترالتي او مالتيبل بريست كانسر. كم واحد من فيرست ديجري يونج ايج يقول له روح سوي براك يسوي لنا واذا كان بوزيتيف احنا راح نحمل شنو راح يصير ادفايزد هذا من فاميلي ممبر شوفون اذا كان يعني قول يحتاج شنو كلوز واتش اب زين هذا تيومرات اللي ممكن جينا تماتين عدل براكا 1 براكا 2 بات انفولد ان جينيتيك البي 53 والبيتن عرفت شو؟ بي تي ال نعم الهيرتونيو it is very very important okay البي 53 شافوا عادة مهم بالتربل نيجاتيف بريست كانسر اللي صار تشوفوا شو معناها التربل نيجاتيف شو معناها هذا زين لان هنا البين الهرمونال انفلونس شافوا الاستروجين very very important in the progression of the disease and it will control these factors if you will transforming growth factor, platelet derived growth factor and fibroblast growth factor and which promote tumor developments. Again, the hormonal influence it will drive a matter of a process of proliferation. من هو البريكيرسور ليجن اللي هنا بدي ادم اليوجوال دكتال هايبربليجيا وغيرها الى ان ينتهي بالانفيزيف دكتال كارسينو فول بلون مالجنسي. And even with the metastasis, it will be strongly expressed. معناته شنو الـ ER؟ لذلك حتى الـ ER
واحده من المودالتي اوف تريتمنت انه نوتيشن انتي هرمونال او هرمونال تريتمنت يصير. ياخذون تريتمنت اسمه التاموكسيفين اللي هو يشتغل عليه على الاستروجين، انتي استروجينيك، واضح؟ انتي استروجينيك اللي هو كتريتمنت اللي راح يكون المن للبريست كانسر. فلذلك الهرمونال انفلونس ات ويل بي very important in the pathogenesis of the tumor. Again, certain environmental factors شافوها من خلال certain observations. شافوا مثلا incidence of breast cancer مثلا بالجابانيس والمنظمة in Japan and United States. معناته اكو في geographical اكو certain environment. يعني يابانية باليابان قليل يكون الانسدنس، بس اذا راحت الامريكا هاي اليابانية ممكن increase the risk. معناتها اكو certain environmental factor okay for different it will play a role in the pathogenesis. البروجستيرون هو جزء احنا من الايفالويشن مالتنا. البروجستيرون هو جزء من الهرمون، عرفت؟ الهرمون فاحنا من الايفالويشن مالتنا نحكي عن المولكيولار كلاسيفيكيشن. هو سواء استروجين او بروجستيرون نعتبر على هذا هرمون ات ويل بي ريسبوند للهرمونال تريتمنت. بس كباثوجينيسيس احنا ما علقنا كثيرا، تعليقنا صار على الاي ار اكثر شيء. زين. بالنسبة ك يعني ك بس فاكتر المفروض استروجين. دكتور ممكن الثيرابي يعني انا ما ركزت عليه لان هناك اكثر شيء ستاتستيكال وشغلات يعني اتوقع يعطوكم اياها الاخرين. نعم طبعا هو بس انا ما قاعد اتذكر فيها يعني هل هي تيست يعني لو ويل استابلش هي ريسك اعتقد زيد الريسك جوز ستاتستيكلي يعني ما شافوا انكريز الريسك. ما اعرف بس انا ما اعرف يعني سويت اللي عندي هاي فايندنج اللي عندي ما ركز على الريسك فاكتور كثيرا. اعتقد جماعه الكوميونتي واشياء ممكن يفيدوك اكثر من أي هو الكوميونتي كوميونتي كوميونتي كوميونتي. أنا شوية باثولوجي أكثر من هالشيء. بس أجعلك شيء important subject هو المولكيولار كلاسيفيكيشن of breast cancer. بس إحنا عادة أكو لأن أكثر المالجنسي اللي يصير فيها أدينوكارسين أكثر من 95. السيستم هذا راح يعتمد على ثلاث اشياء، على الاي ار بي ار هيرتونيو اكسبريشن. الاي ار بي ار هو الهرمونال اكسبريشن، الاي ار والهيرتونيو هو ابيديرمال جروث فاكتور ريسبتور 2 او هيرتونيو او اب 2. هسه اكوردنج للاكسبريشن مال هذا اللي قاعد يصير راح شو هم حقيقه بالموليكيولار كلاسيفيكيشن. شافوا هذول فد شيء صح ولا وقتها صح ولا مايكرو اراي يعني هو مو شغلكم بس يعني فور يور انترست اللي عندنا قالوا مايكرو اراي. شافوا الكيسات اللي الناس دول فاخذوا مثلا خلينا نقول فد 1000 كيس شافوا الجينيتيك ابريشن اللي قاعد يصير هذول المرضى المال هذا الجينيتيك ابريشن قاعد يعني قاعد يروحون اربع اتجاهات. يعني كانوا الجينيتيك نورماليتي اللي صارت من درسوها شافوها على شكل اربع اشكال اربع مجاميع. فلان مجموعه تصير فلان وفلان فلان جينيتيك اب نورماليتي، فلان مجموعه فلان وفلان جينيتيك اب نورماليتي، فلان مجموعه فلان وفلان جينيتيك اب نورماليتي، فاربع مجاميع صارت لهم. رجعوا على الكلينيكال هيستوري مالتهم، رجعوا على الراديولوجي على الهيستولوجيكال فايندينج، شافوا هذول عندهم سيافتين كلينيكال ومورفولوجيكال يعني مايكروسكوبيكال وبيونستوكيميكال باتر. يعني دول شافوا عندهم كل واحدة عندهم شكل فشافوا وبعدين من شافوا البروجنوسيس مالتهم كل واحدة يختلف البروجنوسيس مالتها والريسبونس للتريتمنت والاشياء. فقسموا اكوردنج لهذا
للفايندنج اللي عنده قسمه البريست كانسر الى فور مورفولوجيكال تايب او شكل الموليكولار كلاسيفيكيشن. اول واحد هو اللومينال اي، هي الماجوريتي من البريست كانسر تقع في هذا. يوجوالي الهرمون ريسبتور حيكون شنو؟ بوزيتيف هرمون ريسبتور. الهيرتونيو انتي يكون شنو؟ نيجاتيف. هذا اللومينال اي زين. اند يوجوالي هذا يكون جود ريسبونس للمان قدرس من هرمون الثيرابي. دول هذا أفضل نشاف يعني كتيومر. زين نوع الثاني لومينال بي نانا أف أجيل باكي شان هاي ها والغريت يوجوالي يكون الغريت الغريت ما نجنسي الغريت كلش منتج. نحن دائما بالتيومرات نحكي على الستيج نحكي على الغريت. نانا راح يكون باللومينال اي راح يكون باللومينال اي راح يكون شنو الجريد مالته؟ هاير الار اجين ات از بوزيتيف بس الهيرتونيو ايذر نيجاتيف او بوزيتيف مفهوم؟ مفهوم؟ لا لا هسه عندي اللومينال اي الاي ار مالته بوزيتيف يوجوالي لو جريد والهيرتونيو نيجاتيف. هذا هاي جريد الاي ار بوزيتيف بس الهيرتونيو ايذر بوزيتيف او نيجاتيف. تجي مرجوع مو على الثالثة الهيرتونيو انريتش اللي يكون شنو الهيرتونيو دائما تكون شنو؟ بوزيتيف. طبعا الهيرتونيو البوزيتيف معناته اكو تريتمنت خاصة ياخذ الهيرتونيو الاستراتيجية. والأخير واحد هو تريبل نيجاتيف أو سؤال البيزل لايك. بيزل لايك بيزل لايك يعني مثل بيزل سيل اللي بيزل سيل ما راح تاخذها هيرتونيو لا ولا اي ار ولا بي ار فسؤال تريبل نيجاتيف بيزل لايك سيل. هذا اللي هو الموست اجريسيف وان هو اللي اكثر واحد يكون بين اجريسيف. واضح؟ سو ماجورتي باي ذا جينكس بروفايل ريزمبل بيزلي لوكيتد مايكروفيل سيل اند تول بي اي ار and PR and Hertonio negative and molecular classification. So we need to say we have a third aggressive one and basal like one aggressive one. لذلك احنا دائما جزء من العمل مالتنا ورم الشخص طلبون من عندنا نسوي لك immunohistochemistry ER PR Hertonio. اذا كان ER positive it is good news for the patient. You will respond to the hormonal therapy. Hertonio, at the time, and they can target the therapy, but it's usually more aggressive. But the bad news, it's not negative. There will be no treatment. Nor, neither hormonal or nor the targeted therapy will be no useful for this patient. But if you have no chemotherapy, well, other than the outcome you can but see. So the morphology, maletna morphology carcinoma. As a carcinoma either con inside, yeah, confined within the membrane. Or sometimes it will be shunt invasive. Infiltration is beyond the basement membrane and reaching the shunt, the breast trauma. Cure for the jaw, you cannot see it for trauma. Metastasis? Excellent. Yes. Then the inside or what about the basement membrane? Hey. Hey. The inside or? 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 Hey. بس 10 مرات هم قدروا الانكريز الريسك. سو ريسك فور ذا بون از وي توك اباوت اول ماي فان 8 الى 10 هاي
مالية زايدة. دكتور كارسينوما انسايتو عندنا شكلين، لو دكتور كارسينوما انسايتو عندنا بالدكت سيستم، لو النيوبلاستيك سيل وذن لوبيولار سيستم لوبيولار كارسينوما انسايتو. هاي شو موليكولار كلاسيفيكيشن مصطفى الجدول انا تشوفوا تكتيك راح يكون لنا هرمون او ثيرابي، هاي هرمون او كيمو ثيرابي لان هاي غير راح يكون الهيرتونيو اي لا بوزيتيف او الاثنان اكسيدنتا انترميديت الهيرتونيو اي لا بور بروجنوسيس تريتمنت باي تراستوزيماف والبيزل اثنان هن هذول الاشياء اللي يصير عندنا. هذا أجينها بالعلاقة بالموليكيولار أرجع لعملية الروبا، هذا هو النورمال بريست تيشو يصير عندي جام لاين ميوتيشن في البراكا 2 اللي هنا أنا 1 كيو 16 كيو صار عندي ثلاثة إبثيليال أتيكيا أول يجي أول بريكيرسر اللي هو ثلاثة إبثيليال أتيكيا اللي جزء من الأتيبيتال شلون أتيبيتال بروليفراتيف ليجن أو proliferative lesion with atypia بعدين frank atypical ductal hyperplasia بعدين تهت بـ PCIS عن وراء المutation وهنا عادة يكون ER positive vector negative عادة ريمس أو 65 بالمئة كيس عن nominal أي بينما هذا شعر دي germline mutation بـ P53 herptic new amplification atypical apocrine adenosis وفين يساعد اللي هاي قولة TCIS وفين هذا الهيرتو نيو انريشت اللي عادة بثلة 15 أو 20 إلى 15% من الكيسات. البراكا 1 هذا براكا 2 جيرم لاين ميوتيشن، براكا 1 ميوتيشن كبريكيرسر ليجن ما يعرفوا زين بس إذا صار ويا ميوتيشن بال 53 في نهاية دي سي اي اس وعادة يكون تربل نيجاتيف وجماعة براكا 1 سوي مورفولوجي قلنا هنا الانفيزف دكتور وز انفيزف هنا الدنيل اللي تايب انفيزف دكتور كارسينوما اللي اشتر لك اوف نو سبيشال تايب سكند يجي وراها الانفيزف دوبيلر كارسينوما وراها عندنا نقول له ريفيتشر كارسينوميشن اوف كارسينوما عندنا جيبولر كارسينوما عندنا جيب اشياء الاخرى دكتور كارسينوما انسايتو احكي عليها بريزنت شلون البرزنتيشن مالتها از ما ادري ابغى اسوي لي ماس انا كان كاتب هذا انا اسوي لي ماس بس هو مامografical pass finding شو نشوف بالضبط هو المامografical شو نشوف classification our architectural distortion بس could be presented at مثلا level discharge papal mass Tangent disease, the new eczematous lesion in the skin. According to the morphology, we have to assume this shape here, that chapter in either solid, gridiform, form, conidal necrosis, conidal necrosis, okay, or papillary or micropapillary or what else. The important classification is according to the grade. كل شيء. يعني low grade in ألم تشبه. الهاي جريد لاكتيز بروتين بينه كلش يكون واضح ما يحتاج ما راح تشتغل بس نكون هاي جريد يوجوالي لازم احنا باور we have to look thoroughly من باور whether we have the basic component or not ممكن يكون هذا بس مو بس جوست سياس ممكن يكون عندي وياها البيزك كومبوننت نعم And the treatment usually, sometimes with a kind of extensive DCIS, why would you have أكثر من مكان? It will justify mastectomy, لازم نكتب mastectomy. Or sometimes that this breast conserving surgery is quite enough management for this patient. I have finding, my myographical finding, falsification. يعني صار مو كل شوي احنا
and high low grade PCIS. High grade we have no sudden necrosis or corneal necrosis. شغله اذا صار عندي مجال اراويكم بعض السلايدات ما اخذ من وقت المحاضره. يعني هو ممكن يكون شيء يعني بالثيك يعني ماتيريال بجوز يشبه هذا التشبيه كان ما مر عليه زين. اللوبيولار كارسينوما ان سايتو مبني تو كومبوننت يعني اما اللوبيولار كارسينوما ان سايتو اتبيكال لوبيولار هايبرفليجيا اثنين اساسيه بنفس المصطلح تقريبا او لوبيولار نكليجيا انكومباس التيبيكال لوبيولار هايبرفليجيا اللوبيولار كارسينوما ان سايتو نان التيبيكال بروليفريشن اوف لوزلي كوهيزيف سيلز نان سير راح تكون كوهيزيف عفوا ديسكوهيزيف سيلز لوزلي كوهيزيف ابيثيليال سيل الريلاتيف ريسك هنا راح يكون اقل بالنسبه لل يعني اللوبيولار كارسينوما ان سايتو اقل الريلاتيف ريسك مثلها مثل الدكتور كارسينوما ان سايتو لذلك المانجمنت تكون ليس radical and aggressive. Actually, it is relatively uncommon, and it accounts just how the percentage 0.5 to 3.6% of otherwise benign breast biopsy. Sometimes it is it's just a little finding with other lesion. You can show the management. عادة قسم منهم خلوا بس على الفلاح. اللوبيولار كارسينوما سهمهم في الفيشن اللي لازم ماسكتومي إذا كان إكستنسيف أو رايحين على بريست كونزيشن سيرجري إف إت إز يعني نور كونفاوند. هذا الإمبورتنت سمتايمز يجينا فيشن وذ إكزيماتوس ليجن وين ضمن الفوق عرفت شلون؟ نعم إكزيماتوس إكزيماتوس ليجن ضمن الفوق وإحنا راح نسوي بايوسي راح نشوف إيش نلقى من فوق وجود وأشوفه وسوي له confirmation by histolo يعني طب خلاص شو الثاني أقول شو نقطين impression شخص أنت في قاعد صار زين نزلنا سوي له طب خلاص Okay.
سياسي ما عليها اكسس مو مثل الدفتر سيستم وهي السياسي حبابه اصلا هاي عاده اقوى عندك جوا هاي جريد دي سي اي اس مو لو جريد دي سي اس واللوكس سي اي اس اصلا هي اقل جريد حتى من اللو جريد دي سي اي اس واضح بس نجي على هو الامبورتنت اللي هو البيزد اس امالينت ليجن المكان اللي تطلع هو التيرمينال دكتر لوبيولار يونت هذا مهم تركزون عليه المكان تعرفوه الموستلي هو المكان موست كومنلي upper lateral quadrant هو هذا المكان الان it will be presented on all defined glass طبعا السكن راح يكون adherent شوفوا الماسك fixed مو موبايل سرعتهم مثلا بالكلينيكال examination تكون سهولة skin tethering شايفين لو ما شايفين فاصلين لو ما بعدكم صدق نعم ايه دكتور يسدبل دكتور ايه sometimes اذا صار عندنا في دوغة جدا كان لنفاتكس مالي نعم ايه بالضبط ايش حس يعني مو ايش كل شيء ماشي في المكان ايش ديبرست عرفت شلون يعني تذرق احنا مرة على سكين تذرق يعني اذا كان الليمفاتكس يصير له ذاك الليمفاتكس كذا انفولد مال السكين اللي هي بالانفلاماتري كارسينوما يصير البيدوغنج البيدوغنج اللي هو مثل البرتقالة السكين اي سكين اوف ذا اورنج مثل البرتقالة مثل بشر البرتقالة هاي الانفيزيف كارسينوما سعدنا اهم نوع اللي نشوفه هو راح الانفيزيف دكتال كارسينوما هو اوف نوس بيجال تايم اللي كانت مور دان 70% sometimes عبارة بالمانوغراف عبارة عن irregular dense mass all defined infiltrative هو من عندنا جبتش على كارب شيب احنا شو نبقى كارب شيب والكانسر كلمة الكانسر هي جاي من هذا الاسم كانسر كارب يعني مثل كارب شنو كابوريا شي صحوة لا مو سرطان هذا سرطان نفس بس ده سرطان زين هو كابوريا مو سؤال كابوريا هو كار اي كار لايك والفلترات مو اول ديفاين عرفت شلون هاي الجروس فيتشر مال طول مايكروسكوبيكال فيتشر شو تشوف عباره عن لوس ترانس لو جلاندولار ستراكشر يوجوالي عرفت شلون Sheets, marat of cells, while surrounded by desmoblastic syndrome. Desmoblastic syndrome, they were reacting by the body against the new plastic cell. Okay? Therefore, they know that desmoblastic sometimes can very firm, so it is scarce carcinoma. If it firms, sometimes it is important signs for malignancy, that one, the mass that we have firm. واضح معناته عندك ديسموبلاستيك ريأكشن دول الكيسات عادة هم يبون باللومينال اي 70-80% منهم باللومينال اي الاي ار راح يكون بوزيتيف هيرتونيو راح يكون شنو؟ نيجاتيف اجين ممكن يكون القسم قليل يكون هيرتونيو بوزيتيف السرفايفر مالتهم يعني اكسلنت يعتبر 5 يعني يكون على 35 إلى 50 years 35 or 8 وهو survival يعتمد على certain prognostic feature الانفيزيف لوبيولار كارسينوم عندي انفيزيف دكتور كارسينوم عندي مقابلها الانفيزيف لوبيولار كارسينوم مثل ما عندي دكتور كارسينوم ولوبيولار كارسينوم من السايد نانا الانفلتراتيف هو second most common هنا عندي التندنسي باللوبيولار كارسينوم انه multiplicity and bilaterality ممكن يكون عند risk of multiple breast cancer bilaterality بعد تكون السيل discohesive يعني ما مترابطة ما تسوي glands does not forming glands واضح ومرات تمشي بطريقة شوف هاي الطريقة اللي قاعد تمشي بيها شوفوا عبارة عن individual cell شوفوا لها single file أو Indian file Indian file يعني ها؟ لا مو الهندي الفاير مو الهنود الحبوب الفصيل الهندي ولا الجيش الجيش يعني شو مشي واحد ولا لا
شنو عندنا غير السايز؟ lymph node. يعني invasive carcinoma أقل من 1 cm هذا نكسيدات البرزول in the absence of nodal metastasis. شوفوا ايش قد مهم هنا، شنو المهم؟ 1 cm إذا أقل من 1 cm نكسيدات البرزول. يعني أنا شنو راح يكون مهم؟ non-early detection كلش مهم. يلعب دور. يعني يغير الحياة كلها مال الإنسان. ويعني ثقافة الإيرلي ديتكشن كلش مهمة، كلش مهمة جدا مهمة. لأنه شوفوا تماما كيورابل ديزيز، يعني كان واحد بناين كونديشن وشاله هيج أذر ما يفكر بيه ثاني إلى آخره، هيج إكسلنت بروجنوستكس. لأنه احنا دائما البرزنتيشن احنا ننتظر بيشنت من سرعة ماس وتجينا أكيد فور شور إتز أكثر من 1 cm، وإذا بالبابل ماس عندنا ريسك إنه 40% من عندهم ممكن يكون شنو؟ في نودال ميتاستاسيس، ومن صبح نودال ميتاستاسيس إت إز أجين باد بروجنوستيك فيتشر. سو ليف نود إنفولفمنت بارت ستيجينج وذ نو أكسلري نود إنفولفمنت، الفايف سرفايفل ريت 90%، الديستنت ميتاستاسيس بعده هذا ستيج 4 ديزيز. يعني أمور كلش تعبت مع ناس زين. The great again a prognostic factor. Histological type. But then the tubular, the medullary mucinas have somewhat better prognosis. Then the zianat, the medullary is triple negative. But meaning that the prognosis is not zian. The estrogen receptor status. Often, كل ما كان it will predict response to the therapy and thus indirect the prognosis. كل ما كان ERPR positive كل ما أفضل. proliferative index الميتوسيس إذا كان مرات يسوي كاي 67 إحنا اللي هو ميتوتيك ماركر نسوي الأنيوبلويدي هو الفيتشرز مال أو abnormal DNA content. so it will slightly have slightly worse prognosis. هيرتونيو عادة associated with poorer prognosis. يعني جماعة الهيرتونيو positive والتربل نيجاتيف هذول يعني بعد اسوء شيء، لانه حتى اي تريتمنت ما عندنا. هسه دايجنوزيس اوف ذا بريست كانسر. دايجنوزيس طبعا راح يعتمد على ثلاث اشياء اساسيه. شنو هي الاشياء الاساسيه؟ كلينيكال اكزامينيشن، راديولوجيكال اسسمنت، اند هيستوباثولوجي. كل ما نمر جزء من الراديولوجي. اند هيستوباثولوجيكال اسسمنت، هنا هذا الدايجنوزيس حق التربل. قول التربل لازم يقعدون سوا ويشتغلون سوا ويتفقون على حتى عندهم لغة موحدة بيناتهم. احنا نصيح MBT صورة مالتي ديسيبلينري تيم يتفاهمون هم بيناتهم على الدايجنوستس مالتهم كلينيشن راديولوجيست اند باثولوجيست. It is remain an extremely useful and practical technique whether carried out by physician or patient itself. كلش مهم طبعا. Detected through imaging study only 10% tumor detected only by palpation. هم احنا كلنا palpation. يجينا اصلا patient فيها باصه روحها ومكمله وجاتها كان عندي ماس. زين؟ والثقافه المشكله ما حد يقبلها واحد الاخر. احنا موقفين العجله الثقافيه، حتى احنا كاطباء مرات، حتى كستودنتس، حتى كمنظمات المعنيه بهذا الاتجاه. ولا انا شايف اوتسايد ابرود يعني يهتمون هذا اكتوبر بنقول بالدنيا. زين؟ شافوا بالشوارع يحجون، بالمكانات، بالاعلانات، بالاشياء، هذا حتى هذا الفيجوال افكت كلش مهم، يذكر المريض، يذكر عرفت شلون؟ شو احنا ما نهتم بالموضوع، هو الموضوع كلش اساسي، لانه يعني تدري شنو؟ بدايته توتالي كيورابل، نهايته هي موت، ما بيها، يعني ما بيها كل مجال. So clinical is incorrect approximately 15%، يعني مرات يعطيني هو بناين يعطيني صح، مرات هو تشوفه يعني تشوف بناين توتالي بناين كلينيكي. بس اكسي والله هو بلي sometimes اكو شيء شايفين. زين الماموغراف كلش important screening tool. بس الماموغراف عادة نسوي بيها عمر
اثنين على الروك او الاربعين بدنا نحكي. يعني ليش؟ لانه الاربعين قلنا لان عندنا احنا تو كومبوننت، عندنا اديبوس تيشو عندنا جلاندولار كومبوننت. من يقل الجلاندولار كومبوننت دائما يعطيني مس، يعني خلينا نقول عليه شو يسوي لي بروبلم بالضبط، فولس نيجاتيف او فولس بوزيتيف ريزلت افكتد ريزلت. هذا ثاني جلاندولار كومبوننت، كل ما قل الجلاندولار كومبوننت كل ما اليلد يكون اوف مانوغرام يكون بيتر. هذا الايج اللي قبلنا طبعا هو سوى ثوره بالايرلي ديتكشن، اللي هو راح يدور على شنو اكثر شيء، راح يدور على الكالسيفيكيشن على الديستورشن. الانسيدنس اوف كالسيفيكيشن بريست كارسينوما وي توك اباوت 50 and 60%. نيجاتيف ماموغرام ات ويل نوت رول اوت ذا بوسيبيليتي اوف بريست اوف كارسينوما سينس 15% of purple are not detectable on this technique. يعني تيومر قد purple ناس بس ماموغرام ما يشوف، فهو معناته مو توتالي. قال هو يدور كالسيفيكيشن ويدور ديستورشن، sometimes حتى لو هي well defined mass ممكن ما يقدر يعني. الام ار اي بده هسه يحل محله، او مو يحل محله، the certain cases, difficult cases, suspicious cases. Sometimes they use the mammogram, which can be more informative and potentially more useful. The institute has traditionally recommended mammogram to be done annual basis from age of 40 years onward. They could send us a again, great controversy. It's a book which is on 17. Diagnosis of breast disease. And the diagnosis is made at the cytology level, still level. For example, the nipple discharge. If there are nipple discharge, or sometimes sometimes we get malignancy. Sometimes that is mostly in a benign condition. Yield matter more than one eye. Sometimes our deficiencies call a fine needle aspiration. A fine needle aspiration. دخل needle في الماس ونسحب، عرفت شلون؟ بعدين نفرش ونشوف whether we have malignant or benign process. عادة by now بده يصير قليل نستخدم هذا ال fine needle aspiration. ليش؟ لأن عندنا راح نواجه في the problem هسه راح تحكي عليها. ال average sensitivity we talk about 87%, specificity we talk about 100%. Then positive predictive value near 100% to negative 60 to 90. مرات benign disease بس وقت تعتبره شنو positive و benign ومشي شنو يشخص انه positive مثل ما fibroadenomas. Sometimes fibroadenoma من أسحب الأفرقات جين كل السيلولار وشوف أتيبيا وياها ممكن تنكتب مالينس. Actually I have seen a case with fibroadenoma and I'm going mastectomy. زين شخص الخطأ بالسيتولوجي. That the cytology is not very recommended. واضح؟ على الآن اللي يجي البيشنت يصير اصلا راح يقول لك كور بايبسي ما في سايتولوجي. يعني سايتولوجي فالخطوه هيك يعني لانه في الاكسترا بالمانجمنت اللي يصير عندنا. مرات الملك اتهامات انا ما يتميز مثلا تشوبلر ادينو تشوبلر كارسينوما تكون كلش يصير ويل ديفرنشيت. سم تايمز هذا سؤال فولس نيجاتيف ريزلت، ذاك الاول وقت يصير فولس بوزيتيف ريزلت. هي فايبرو ادينوما يعتبرها مالجنت سو فولس بوزيتيف. False negative إذا كانت malignancy وأنا شخص. Sometimes إذا عندي DCIS اللي هي ductal carcinoma in situ ودخلت النيدل وين بنص DCIS وسحبت لي إياها، أنا شو أشوف؟ أشوف malignant cell. بس هل هاي malignant cell هي soy invasion أو soy invasion؟ أقدر أميز. لذلك أنا بالتقارير sometimes إذا كان patient كلش مستعجلين عليه والراديولوجيكال فايندينج ما انت كلش واضحه وتمشي ويا المالجنسي واولد ايج والماس كبرتها بايديها وتطلع لي ماماري كارس يعني تطلع لي يعني مالجنسي ما بقول لها انفيزبل.
will I have memory carcinoma? This is a case positive for memory carcinoma. Could be this a GIST, and I put my needle just in duct containing a space which filled with malignant cell, okay? So, but still FNA, it is useful when the evaluation of nodal status. Yeah, that's an anti-lift node metastasis or my anti-lift node metastasis. Sometimes that's an radiology. Actually, you have axillary lift node, which is very, very large, and this is a radiological feature, suggests involvement of this lift node by malignant process. So, أدخل أنا FNN على النيدل تطلع لي malignant cell. For sure, I am dealing with malignant. يعني شنو؟ شو يسوي epithelial malignant cell باللفت نود؟ UCIS؟ For sure, it is metastasis. Metastasis, lift node. Or nodal metastasis. نعم. هسه كور بايوبسي هو يعني هسه الميثود اللي قاعد اعتمده بالانيشال دايجنوزيس حتى يور كيس كانت غلط يعني قلت لهم انا اصدقائي وينهم؟ ماكو ولا واحد شفته منهم جروبي وينهم؟ زينين موجودين هلو قلنا احنا كانت الدايجنوزيس مال كيس القصه ما صحيحه يعني لانه هي لقيت مانوغرافيكال فايندينج والمانوغرافيكال فايندينج I should be subjected for core needle biopsy. وبال core needle biopsy ماذا ترى عن حد هي positive لو malignant وراها تبدي من treatment ماذا ممكن قد تكون breast conserving surgery. Evaluation of a core needle biopsy is very important. خلصنا من موضوع ال DCIS versus invasive carcinoma. الفولس نيك positive هم يخلصنا من عنده كcore biopsy. Or sometimes in advanced cases, with a large tumor size or those with nodal metastasis, it's a recent management guy have done new adjuvant chemotherapy. يأخذ new adjuvant chemotherapy, double surgical management. واضح؟ شلون يأخذ new adjuvant surgical chemotherapy؟ According to the result اللي احنا اشتغل عليه انا عندي core biopsy واشتغل عليه ERPR peritoneum. زين أقرر whether I have this is nominal A, nominal B, or يعني إحتاج هرسيتين، إحتاج هرمونال تريتمنت، إحتاج what else. فاين نيدل أنا أدخل النيدل أسحب يعني كأنه تشعر سوي نيجاتيف بريشر وتجيبين السيل طلعيها من مكانها وخليها بالنيدل. فهمت شلون؟ شيء على السيتولوجي العادي. بعدين فور شيء على سلايد. بالكورنيال البايوبسي الدخلين اللي بيها يعني بيها بور مالها اكبر كبير تدخل كانه جزء من النسيج يدخل وين؟ نص هذا فيجيس على شكل شلون السلبوح السلابيح الصغار اللي عباره تشفرتس. واضح؟ فكرتها انه ذيش السيتولوجي تقعد تشوفين السلب مو مكان يعني ساحبتها بغير مكان وحاطتها قاعد تشوفها. ليش لا انت مكان يعني هذه البيئه مالتها ديزموبلاستيك سترومة داير مدايرها وهذا عندي ديساس برنيورال انفيجن مسويه اشياء هي حركاتها اللي قاعد تسويها بالبيئه مالتها الحقيقيه راح تشوفها بالهستولوجي وتفيدني ايضا بالميون هستوكينستري على مدى احدد التريتمنت مالتي. يبقى موضوع السنتينال ليف نود انا سنتينال ليف نود احنا ليش مهم؟ قلنا الميتاستاسيس قاعد نشوفه ب 40% من الكيس زين دبل شان تراديشنالي لانه يخافون من النودال ميتاستاسيس والبروجنوزز مال بيشنت. كل بيشنت يجي عنده بريست كانسر يسوي له شنو؟ اكزيلر كليرنس يشيلون كل الليف نود سواء الراديك او سواء الموديفايد راديكال ماستركتومي. كان قبل حتى الدكتور انس يشيلوها والدنيا كلها يحبوها حرق. هذه مجنون كانت. بس لا المانجمنت خفت. شافوا احنا مو كل المرضى يحتاجون نسوي لهم اكسلري كليرنس. ليش؟ الاكسلري كليرنس وراه شنو؟ وراه موربيديتي، وراه لف اديما، ممكن لونج ستاندنج لف اديما يكتب لفنجيوساركوما. هاي كلها كونسيكونسز على المريض. فاختاروا انه مو كل المرضى نسوي لهم. عرفت شلون؟ قسم من المرضى يحتاجون
بالنتيجة شلون نحدد يا مريض يحتاج يا مريض ما يحتاج؟ سووا فكرة السنتينل ليفتون، شو يسوون؟ يحقنون مادة بيمن بالتيومر، بالمكان اللي التيومر، ويشوفون أول ليفتون تشتري هي السنتينل ليفتون. عرفت شلون يشيلوها؟ يجيبونها، احنا ما قاعدين، احنا قاعدين ننتظر انترا اوب. طيب صارت العمليات ينتظرون من عندنا الديزيشن. فالشيء احنا نسوي له فروزن سكشن، نعطيهم يعني رابيد كونسلتيشن سريع انترا اوبرتيفلي. الليف نود اللي جبت ليها بوزيتيف لو نيجاتيف، اذا كانت بوزيتيف يكمل اكزيلر كلاس. اذا كانت نيجاتيف الليف نود اللي هي سنترال الليف نود عاده يجيب لي اربعه ما يجيب لي واحده. اذا كانت نيجاتيف we are feeling just a reactive process ويتوقف هنا ما يسوي axillary clearance قلل الموربيديتي على البيشنت. بالوقت الحاضر الماستكتومي it is not a role of treatment. احنا كلنا نراعي اكثر شيء على breast conserving surgery ويسوون sentinel lymph node قلل الموربيديتي قلل نفكر بالكوزماتيك والاشياء اللي عندها psychological impact على البيشنت. واضح؟ With good, يعني good yield and good result, I think. I finished. Thank you very much.